يتجدد لقاءنا معكم مشاهدينا الكرام، وبروائح الفل والياسمين والرياحين نلقاكم من جديد، فأهلا ومرحبا بكم في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة الدراما المحلية، حضور موسمي وتراجع فني، كورنيشات عدن قبلة للسياحة ومصايف للعائلات، هبة ناظم والبخور العدني قصة نجاح وأسرار تميز. كما عودناكم مشاهدينا الكرام في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة فيها مجموعة من الفعاليات والأنشطة. تفقد وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة جرحى الحرب الذين يخضعون للعلاج في عدد من مشافي العاصمة المؤقتة. وخلال الزيارة استمع الوكيل النوبة إلى هموم ومتطلبات الجرحى، مبديا استعداد السلطات المحلية تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاج جرحى الحرب وتذليل كافة المعوقات، تكريما وعرفانا لدور الجرحى الأبطال في مختلف الجبهات. ضمن الأنشطة العيدية في العاصمة المؤقتة عدن، أقيم في مديرية البريقة مهرجان العيد الأول بحضور مدير عام المديرية وعدد من رجال الأعمال. المهرجان الذي نظمه مجمع الميناء السياحي هدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالإضافة إلى غرس القيم النبيلة ورفع المستوى الثقافي والارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب. الدراما المحلية وبالرغم من ظروف الحرب التي تدخل عامها الثالث، إلا أنها حافظت على حضورها الرمضاني وانتظامها السنوي، وإن لم تكن عند المستوى المطلوب الذي يلبي رغبات الجمهور. رغم الظروف السيئة، رغم الظروف اللي نعانيها، ولكن بنمثل، بنغني. عندنا كوادر ممتازة جدا من شباب ومن جيل قديم، قادرين أن يقدموا ويعطوا، وإن شاء الله في تفاؤل حلو يعني. نحن مش زي البلدان الأخرى في التمثيل، عندنا ضعيف مستوى التمثيل والفن في اليمن، محتاجين دعم يعني. يشكو نجوم المسرح اليمني من غياب الاهتمام الحكومي ومحدودية الدعم الرسمي لهذا العمل الفني، إلا أنهم وبالرغم من معاناتهم الفنية وظروفهم المعيشية لا زالوا يحلمون بمستقبل أفضل للدراما اليمنية. للأسف الشديد ما فيش أي اهتمام، ماشي. الآن أجا دور صندوق التراث، بدأ بدعم الفنانين بمبالغ مالية يعني، وهذه بادرة حلوة يعني، كانت أول مش موجودة، كانت في صنعاء وكنا نحن ما نعرفش أي شيء عنها. الآن الحمد لله يعني يمكن يكون في تحسن، لو تصلحت الأوضاع في البلاد وكذا ممكن يكون في تحسن وحاجات جديدة تظهر ودعم نحصل تتحسن البلاد، أكيد بيكون يعني الجانب الفني والتمثيل أحسن إذا تحسنت الأوضاع في البلاد. في مدينة عدن التي عرفت المسرح قبل ما ينيف عن قرن من الزمان، يسعى نخبة من الفنانين إلى استرجاع الريادة للحركة المسرحية والدراما في محاولة لإعادة الروح للمسرح المهجور منذ عقود، وللدراما العدنية التي تلاشى حضورها وتراجعت مستوياتها الفنية. وضع الدراما أو وضع المسرح بعدن بشكل عام مظلوم جدا. أولا عدن تفتقر إلى مسرح دور عرض، هذا عائق كبير لنا كفنانين كفنانين بشكل عام، يعني ما فيش معانا مكان عشان نعرض فيه أو نقيم فيه البروفات. أعطيني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. الوضع الآن يحتاج إلى المسرح، يحتاج إلى المنتديات، إلى طرح الفكر الثقافي، نشر الوعي الفني، ده يطمس جميع الأفكار السيئة الهدامة، التطرف، الإرهاب، ده كله يمحيه من المسرح. مسرح مرآة تعكس معاناتنا. لو حصلنا مسرح بجد بجد الكل لو يسمع أنه إذا في مسرح جميع الهموم بتنتهي، بالذات للشباب. تمر عملية الإنتاج الدرامي بأسوأ مراحلها نظراً لشحة الإمكانات وانعدام أدنى المقومات المؤسسة للعمل، لعل أبرزها الافتقار إلى عملية التأهيل والتدريب للفنانين وحرمانهم من أبسط حقوقهم. في ظل الظروف هذه من الصعب جداً أن تتكيف مع واقع الإمكانيات الموجودة حالياً يعني.
فإمكانيتنا شحيحة إلى درجة أنها تعتمد على تمويلنا الخاص، يعني لا توجد أي دعم خارجي ولا من الدولة أيضا، وإنما نعتمد على إمكانيتنا الشحيحة اللي بقدر الاستطاعة أنها تستطيع أن تقدم عملنا هذا ولو كان حتى بشكل مبسط وقليل. يعني محتاج دعم مادي، دعم معنوي، محتاج كل شيء. الممثل يعني عشان يبدع أعطيه، إذا ما أعطيتوش يا أخي الممثل بهذا بالنهاية ده بشر يعني، فمحتاج للدعم، محتاج لكل شيء. لو كل محافظة بمدير مكتب ثقافتها، بمدير أمنها، بمدير ثقافة، بمكونات العمل السياسي والثقافي والتربية الموجود في المحافظة نظر إلى المسرح بعين الاعتبار، بنشتغل بدون أي خوف، بدون أي تردد. ليش؟ هو محافظ، هو الدولة. صعوبات كثيرة تقف في طريق ازدهار الدراما اليمنية وتحد من قدراتها على المنافسة عربياً، غير أن إعادتها إلى مكانتها التاريخية ليس بالأمر الصعب إذا ما حظي باهتمام حكومي ومساندة مجتمعية ودعم لا يتوقف. الكاتب والمخرج المسرحي الأستاذ فيصل بحصو، عميد المسرح اليمني ورئيس جمعية مسرح عدن، أهلا ومرحبا بك معنا اليوم في هذا اللقاء الذي نناقش فيه واقع الدراما المحلية اليمنية والعدنية كذلك بشكل خاص. بداية أستاذ، لو تسلطون الضوء على بدايات الدراما المحلية وكذلك الدراما في عدن. بداية الدراما هي بداية صعبة جدا، يعني الدراما ما كان موجود لدينا أو ما كان موجود لدينا التقنية والإمكانيات اللازمة كما هو موجود الآن. التقنية كانت ضايعة وكنا نعتمد على المسرح الكلاسيكي القديم، يعني كنا نعتمد على المسرح المترقل اللي هو مخادر، يعني سطح، وعلى طول نعرض مسرحياتنا. نعم بالتأكيد. أستاذ فيصل، لو طلبنا منك يعني لو نتحدث قليلا عن الدراما التلفزيونية، كيف ترون وكيف تقيمون واقع الدراما التلفزيونية في اليمن؟ الدراما التلفزيونية كانت من أرقى الدرامات رغم الصعوبة الموجودة ورغم الإمكانيات الشحيحة. الدراما التلفزيونية في عدن قبل أن تكون الدراما التلفزيونية في أي بقع من بقاع الأرض في الجزيرة وخارج الجزيرة، كان الدراما التلفزيونية هي عدن. تأسست في سنة 1964 في تاريخ 11 سبتمبر، طبعاً على تدربت أنا على أيدي أجانب، وكانت الدراما التلفزيونية يعني مش كما هي الآن. الدراما التلفزيونية كان فيه تحديد وتخصص. طبعا تأسس التلفزيون وكنت أنا أول واحد مؤسسين تلفزيون عدن. هذا فيما مضى كانت بداياتكم، ذكرتم بأن الدراما ابتدأت قوية، ابتدأت بداية مشرقة وواعدة بالكثير. الآن ما هو وضع الدراما المحلية؟ أنا بقول لك كيف. أولا قديما كنا يعني حريصين جدا على الدراما، لأنها ما نشيش نشوه أو نوشوش أذن المشاهد، وما نشتي كمان نخلق دراما ركيكة. فكانت في فرقة المصافي الكوميدية، وكان عملها الديلارتي، المسرح المرتجل أو الدراما المرتجلة. فنحن كنا في الفترة ديك ما فيش، كانوا بنات، فكان اللي يمثل واحد اسمه عمير رحمه الله. ف يعني كانوا خلقوا فرقه كوميديه صحيحه، كانوا يرتجلوا الاعمال الثقال. الان تختلف، الان في كاتب نص، في تقنيه موجوده، في اضاءه، الكاميرا اختلفت عن اول كاميرا بسكيل مين هنا، لما هناك الكاميرا طولها ما كانش يقدر يخرجها حتى مصور، ما يقدرش يحرك فيها. أيوة. فكان حتى العتاد الموجوده في داخل التلفزيون كانت خفيفه جدا. كنا نجلس على مش كراسي وامياز، كنا نجلس على
في أول يوم ما بدأ التصوير للتلفزيون في قناة عدن، يعني أنا أتذكر تمام مشان حتى ينتقل الصورة إلى المشاهد، خلينا واحد عسكري يوقف على شرفة التلفزيون من الصباح إلى الساعة 5:30 العصر ظهرت صورته، فكانت دراما محلية ما كانت متوسعة، يعني المشاهد كان يشاهدك في نطاق مثلاً التواهي أو في نطاق عدن. توسعت تدريجياً الإرسال، عرفنا الإرسال كيف، الدقالات هذه والإرسال في الجبال فين وكيف وإلى آخر. فالدراما كانت صعبة جداً جداً جداً، حتى كتابة النص الكاتب ما كانش يقدر يكتب، وكانوا يعني قليلين مثل عبد المجيد القاضي، مثل حسين سالم باصديق، ما كانوش يعرفوا الكتابة للتلفزيون، يعرفوا الكتابة للمسرح، مع أنه يختلف الكاتب التلفزيوني عن الكاتب المسرحي عن الكاتب السينمائي. فهذا كله الآن عرفنا، بدأنا أو بدأوا يشتغلوا على هذه التقنية. كانت في الوقت الماضي أو عند تأسيس التلفزيون، التلفزيون كان متطور في الدراما أكثر ما هو متطور الآن. ليش؟ لأن احنا ما كنا نعتمد على المادية المادة أكثر ما كنا نعتمد على الاجتهاد، الموهبة، القدرات الإبداعية. الآن يجي ممثل هذا مسكين مبتدئ، كم بتعطينا؟ ودي مشكلة، كم بتعطينا مشكلة كبيرة. هو له حق، ظرفه، وضع البلد بشكل عام وضع صعب جدا، يعني التقنية صعب جدا أن الواحد يشتغل فيها على قرص روتي أو على، لازم الإنسان يبحث عن هذا الإبداع بطريقة مردود. صح، نعم، مردود، نعم، لابد لهم مردود. مردود. فبالنسبة للدراما الآن هبطت. ليش؟ لأنه ما فيش إبداع، أو ما فيش على الرغم من التقنيات الحديثة وتطور الكتابة، اشتغل الإنسان الآن مع تفكيره كم بحصل، ما فيش اشتغل لفني، اشتغل لزمني، اشتغل للمستقبل، اشتغل لجمهوري، ما فيش. الآن اشتغل يا خديجة، البطاقة فوق الطاقة والدنيا مطربقة رباقة. الشباب الآن أخذوا دور النساء. ليش؟ مع أنه أول كان النساء مش موجودات، لكن الآن النساء موجودات. لكن لا تزال الدراما تعاني من نقص كبير في الكادر النسائي. لا، أول كنا نعاني، لكن بعدها أجى المسرح المدرسي، فكنت أنا أول مؤسس المسرح المدرسي، فكنت أخذ من المدارس، من زينب علي قاسم رحمه الله كلية بلقيس، أخذ منها مجموعات من البنات، وصلت إلى 36 بنت تعطينا، ينزلوا معي الأرياف، الألوية إلى آخر، لأنه كان في ثقة، في ثقة ما بين الإنسان اللي بيتولي المسؤولية وثقة ما بين البنت لأسرته. الآن ما فيش ثقة، الآن إذا راحت بقول ما طيب اسمعي أنا بروح، لكن بشوف إذا بيعطوني ولا بيعطوني. ممكن كان زمان في وعي عام بأهمية الدراما المحلية وما تقدمه للمواطن من أفكار. مش أهمية، كان حب. لما واحد يحب شيء آخر. أنا ما أحب، أنا وأنا صغير كنت أشوف السينما أول حق عنتر بن شداد وعبلة وكيف وكيف وكيف، حتى كان أبي الله يرحمه كان يصيح لي تعال أقري سيرة عنتر بن شداد، وقال عنتر قال لي فين وصل شيبوب، فين وصل، يعني كان الأب الجد السكان عدن كانوا يحبوا الدراما، يحبوا وينموا هذا الشيء في أولادهم والأجيال. فالآن لا الآن البنت متوفرة، الفتاة متوفرة، الإبداع موجود، المواهب موجودة، لكن التفكير، هل الموهبة؟ أنا شوفي عندي جمعية مسرح عدن، الآن أنا عامل في الجمعية هذه شكل تفريخ، ما أطلع أبدا المسرح، أفرخهم، عمل زي ماكينة تفريخ دخل الدجاج، واشتغلهم لما يطلعوا مبدعين. أنا سافرت وشاركت في كثير من المهرجانات معي شباب بدون محترفين، كلهم هواة، يعني كلهم هواة يقروا ألف باء مشان يقدموا أحسن الأعمال. حصلنا على الجائزة الأولى من دول 32 دولة عربية، حصلنا نحن الجائزة الأولى، لكن
عندما تجي ترجع للبلد من احتضنك ولا يدري بك ايش سويت ايش فعلت. ترون بان هناك تقصير من قبل السلطات والحكومه كذلك في أولاً الحكومه لها دور لانها مقصره كثير جدا، ما بنت صرح ثقافي صحيح. نحن من قبل من زمان نصيح، الان ما فيش اهتمام، ما فيش ابدا نوع الاهتمام. ليش؟ نحن حصلنا الجائزه الاولى، انا احتفظت بها، محتفظ بها بنفسي لان تحصلت احسن مخرج في داخل الوطن العربي. حلو جدا، ايش بلدك تعمل لك؟ المفروض نكرم هذا الانسان اللي تحصل لانه رفع اسم اليمن، رفع اسم عدن، رفع اسم اللي ايش يقولوا. هنا لا، ما يفكروا ذا التفكير، يفكر لك بالحب الرصاص، يفكر بالقنبله، يفكر بالحاجات. حتى الشباب، يا خديجة البطاقة، يا وليدة فين بتروحي، يا وليدة فين، ما فيش رسائل. الرسالة لها أهمية كبيرة. المسرح، أعطيني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. إذا كان ما فيش هذا الخبز ولا هذا المسرح، إذا إيش في؟ ما فيش أي حاجة. نحن طالبنا وزارة الثقافة مش من الآن، طالبناها بعد الاستقلال مباشرة، يا وزارة الثقافة نشتي صرح مسرحي، نشتي صرح، نشتي كيان، نشتي على الأقل خشبة. جابوا نحن خشبة الوطني، هذا الخشبة الوطني مش مسرح، هذا للعرسان، للمنتديات، للسينما. المسرح له تقنية، في المسرح الرفاع، وفي مسرح المربع، وفي مسرح الدوار، في مسارح كثيرة في بتقنية، هذه مش موجودة عندنا. نحن كله موجود عندنا، هيا بتعمل لنا مسرحية، بتعمل لنا حفل، نروح نعمل في سينما هيريكان ولا نعمل في أي زغطوط، يعني من الزغاطيط الموجودة عندنا. هذا عيب، عيب. واجهة البلد، واجهة الدولة، واجهة الثقافة هو مسرحها. هذا المسرح مش موجود بأمانة، مش موجود، مش موجود. ونحن الآن نشدد ونكرر قبل ما نعمل حاجات غير صحيحة، وقبل ما نهتم بمشاكل أخرى، نهتم بهذه القاعدة، نهتم بالمسرح. نحن معنا أراضي واسعة الآن، ما بالضرورة أكون في مكان كذا كذا. معك 22 هذه 22 يونيو اللي هو موجود في عدن، هذا المعسكر كبير، ليش يبقى في عدن؟ بعدوه، عملوا مسرح، مسرح ذا التقنية. كثير من الدول اهتمت أنها تعمل لنا، لكن نوصل إلى نقطة صفر، ضاع المسرح. لو كذلك تلخصوا لنا في بضعة نقاط، كيف يمكن أن نطور من الدراما اليمنية؟ الدراما اليمنية تلقائيا، المواهب موجودة، مواهب موجودة، وأقولها وفي تحدي إن الدراما موجودة بدون أي دراسة، بدون ما تعطيله الأكاديمية وعطيله ذا، بس بعد ما تكتب موهبته، أو المرة خليه يحب موهبته، خليه يشتغل في الموهبة دي، بعدين أقول له يلا روح أدرس أكاديمي. الآن المعهد عندنا، معهد الموسيقى والمسرح ولا ضعيف، اللهم مهتم بالعود. ليش مهتم بالعود؟ مشان يروح مخادر وعرسان يتقرص له. لكن المسرح إيش فيه به؟ ولا في حاجة فيه به. يقول لك فين بروح أنا؟ نفسه حتى الطالب اللي يشتي يروح، ها، برضه يقول لك أنا فين أروح؟ هذا ناهيك انهم يعني طارحين درجه صغيره جدا للطالب، حتى لو كان في الابتدائيه ممكن تدخل في المسرح. مساحه واسعه للدراما الكوميديه او الموضوعيه الكوميديه في الدراما المحليه. اين ذهبت الدراما الجاده، الدراما التي تناقش بشكل جاد وبشكل موضوعي حقيقي مآسي الناس واحتياجاتهم، خاصه ونحن في ظل اوضاع بحاجه ماسه الى ذلك؟ احسن سؤال طرحتيه، لانه شوفي نحن عندنا اي حاجه بقول لك بضحك الناس، لا، انت مش ضروري ان الواحد يقول ها 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 يضحك، لا، يبتسم كفايه انه وصل له الرساله. الموضوع اللي تطرحيه للناس مش بشخصيه الشخص، بشخصيه الشخص يدوب ينتهي، لكن برساله اللي يوصلها للناس. مثلا انا باخذ دور بنت وهو ضحك لما أخذ دور بنت، هذا مش صح.
أنت أخذت حقوقها، حقوق البنت، ليش ما تعطي لها حقوقها؟ ليش أنت مسكت حقوقها؟ بدل ما تأخذ البنت يا أخي خذ رجل، ضحك الناس بشخصيتك. الشخصية النص. شوفي مثلا عادل إمام، عادل إمام يخرج عن النص قليل، نعم، لكن استثنائي. اللفتة حقه، اللفتة بس، اللفتة الفيت هكذا خلاص يضحكك. شخصيته عمل له كاريزما خاصة، كاريزما خاصة، مشان الناس يعرفوا انه هذا عادل إمام. لكن ان انا اطلع اضحك الناس ان انا لبست توب بنت، ولا اضحك الناس ان انا اتكلم كلام بناتي، هذا عيب عيب عيب، مش تمثيل. اسمعي ياسين، شوفي الكاريزما حقه، احيانا ياخذ دور نسائيه لكن في هدف. ايوه نعم، في هدف. ما ذكرتم بانه يجب الاهتمام بالاهداف والرسائل. فالكوميديا موجوده عندنا فيه، بس يتصنعوها، يرتقولوها ارتجال، صنعوا. ما فيش كوميديا رساله. انا اعتز بفرقه المصابي الكوميديه، رغم انهم دلارتي، رغم انهم ما يقروش نص، صنعوا الكوميديا الصناعه. فيختلف حتى الممثل، ثلاثة أنواع الممثل، نوع موهبة من الله سبحانه وتعالى، ونوع صناعة، ونوع يقلد. الكوميديا تحتاج إلى موهبة بالمقام الأول، لأنها تعتمد على الدم الخفيف. تمام، فهذه هي الكوميديا عندنا صعب جدا. إذا وجد النص، الرسالة، هذه بيكون فيها صحيح كوميديا. الكاتب والمخرج المسرحي الأستاذ فيصل بحصو، عميد المسرح اليمني ورئيس جمعية مسرح عدن، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك. على امتداد الشريط الساحلي لعدن توجد الكورنيشات التي يأتي إليها الناس بقصد الاستجمام بعيدا عن هموم الحياة ومصاعبها. اكتسبت كورنيشات عدن خصوصيتها الفريدة كمتنفسات عامة ومصايف للعائلات الوافدة إليها من مختلف المناطق والمدن. على امتداد الشريط الساحلي لمحافظة عدن، تتنوع الجغرافيا بتنوع تضاريس المدينة المحاطة بمياه البحر العربي من ثلاث جهات، والمنفتح خليجها على المحيط الهندي، فبدت معه بشكلها كشبه جزيرتين، ما جعلها متفردة بنسيم البر والبحر يقصدها الزائرون، متخذين من الكورنيشات فيها مساحات للاستجمام وقضاء أمتع الأوقات. كورنيشات عدن لحيوية مرتاديها الذين وجدوا في باحتها طيب المقام، بحثا عن نسيم عليل يمتص عنهم حرارة الجو المرتفعة مع حلول صيف كل عام. إلى الشرق من عدن تتجه الأنظار نحو كورنيش قحطان الشعبي الممتد على طول ساحل أبيان بمدينة خورمكسر، حيث تجد الأسر في أنحائه متنفسا آسرا بالجمال، تتخذ فيه مكونات الطبيعة مزجة بين عمق المحيط ورحبة الرمال الناعمة، تتوسطها الأمواج المتدافعة بلطف نحو الشاطئ بسلاسة دون انقطاع. باتجاه الشمال من عدن لا يبعد كورنيش المحافظ كثيراً عن بداية الخط البحري الواصل بين مديريات كريتر والمعلى وخرمكسر، في وقت يشكل معه الكورنيش همزة الوصل لتلك المناطق من الجهة الشمالية على خط المملاح،
من كورنيش المحافظ يمكن للزائر مشاهدة الميناء وطواحين هواء المملاح، كما يمكن مد البصر نحو المعلى وصوب قلعة صيرة وجبل شمسان، ولا يفصل متعة النظر تلك سوى جمال البحر والنوارس المحلقة في مسار المطار. وفي التواهي تبتهج العائلات في بقعة جميلة بين الشاطئ والبحر والجبل في شاليهات منتجع العروسة وكورنيش جولدمور، وقد غدت متنفسات ومصايف أكثر متعة وترويحة، حيث يتوافد إليها العائلات بسرور وعفوية متنقلين بين الرمل ومياه البحر الباردة. غرب من عدن يكتسب كورنيش البريقة أناقة جاذبة لما له من مقومات خاصة منحته إياها طبيعة المنطقة المكتظة بالسكان. دام المقومات السياحية في عدد من كورنيشات عدن، إلا أنها حافظت على مكانتها في أعين الزائرين لما تمتلكه من خصوصية طبيعية جعلت منها مهو أفئدة السكان محلياً وخارجياً، وجدوا متعتهم تمتد بامتداد شواطئها الرائعة. كورنيشات في عدن ولا زالت أماكن يقصدها المواطنون كمتنفسات ومصايف عامة. بشغف وحب كبيرين اكتسبت هبة ناظم خبرة واسعة في صناعة البخور وأنواع العطور، وخلال 6 أعوام فقط استطاعت أن تؤسس مشروعها الخاص في مدينة اشتهرت بصناعة البخور. كان حب العمل يعني هو يعني حب وعشق للعمل نفسه، يعني فكان في بداية الأمر أحب أني أقرب أستطلع أسأل أتعلم، يعني كنت دائماً معي دفتر ملاحظاتي مع القلم على طول معي وأسأل أهلي أسأل الناس، كنت يعني أستفيد من خبرات الجدات. بداية الأمر كنت أشوف الوالدة الله يحفظها تعمل، كنت أسأله أحب أعمل أحب أشوف إيش صلح، يعني بدأت يعني كان عندي حب شجن زي ما قلنا حب العدني شجنت أنني كيف أعمل إيش أصلح. كنت خلاص أخذت الفكرة منه، أخذت الفكرة من ناس كثير، يعني الحمد لله بدأت أصلح. بعدين كلمت زوجي قال لي يعني ليش يا هبة ما تأخذيش العمل هذا كعلامة تجارية؟ قلت له والله فكرة حلوة، يعني بدأت أفكر بك علامة تجارية. يعني في بداية الأمر كان يعني عدني بداية، كنت عدني صغيرة إني عدني درس ثانوية، فكانت الفكرة يعني مش مقبولة لدى الكل، بس الحمد لله يعني بدأوا يتقبلوني أول ما شافوني أنا مصممة على العمل.
كامرأة عاملة في مجتمع محافظ، احتاجت هبة إلى الكثير من الدعم المعنوي، وهو ما وجدته في عائلتها وزوجها، غير أن إصرارها على العمل وقدرتها على مواجهة التحديات فتح أمامها أبواب النجاح لينتشر عبق بخورها في نطاق جغرافي واسع امتد إلى خارج الوطن كعلامة تجارية مسجلة. طبعا في بداية الامر الاهل كانوا معارضين، يقول لك انت دعمك دراسه وبعدين دخل على زواج، يعني الامر صعب جدا يعني متعب، كيف انت تشوفي نفسك؟ قلت لهم انا شتي يعني مصمم صممت اصرار. بعدين زوجي الله يحفظه هو كان داعمني جدا جدا جدا، يعني كان يقول لي دام انك تحب الشغله هي بخلاص بتبدعي به. قلت له ايوه انا ما احبش اني يعني اجني مال قد ما احب اني اجني يعني سعاده على الناس. يكفيني الكلمه من الزبون ما اقول لك انا ارتحت لما شميت حاجه كذا كذا، يعني تحسي انه الوضع غير. فكان هو داعمني ماديا وداعمني معنويا الحمد لله. بدات مشواري وتوفقت، وبعدين مع انحاء المجتمع الكبير اللي هو طبعا العملاء، فهم كان الداعم الرئيسي والاساسي في منتجاتنا. يعني حتى كنا بيني وبينهم علاقه الصداقه، ان احنا كنت اقول لهم اعطونا يعني ايش يعني انتم كيف تشوفوا المنتجات بالنسبه لكم من الناحيه الايجابيه والسلبيه، لانه انتم اي سلبي تعطون حياته هديه بالنسبه لنا لتطوير المنتجات الى الافضل. لا زالت تواجه هبة ناظم، ضعفتها حرب الانقلاب التي أثرت كثيرا على المشاريع الصغيرة وعطلت حركة التجارة والسياحة، وكان لذلك أثر على هذا النشاط التجاري الوليد. العطور يعني ارتفع سعره إلى 50% إلى 100%، يعني هذا يعتبر بشكل جنوني. كذلك عملية الإرسال بالبريد اليمني، طبعاً البريد اليمني فيما قبل كان العملية سهلة جداً، بعد الحرب تغلق البريد، بقى يعني وقع علينا الأمر صعوبة جداً، برغم أن الزبائن الآن هم مستمرين نحن نرسل لهم، حتى أحياناً يكون سعر الإرسال أغلى من سعر الطرد. كذلك من المعوقات اللي واجهتني هي انه كنا نتمنى ان احنا نشارك في المعارض الدوليه من ضمن قاريه دبي العالميه. في الوقت الراهن هم يعني مع اوضاع اليمنيين والفيز صعبه جدا، ونتمنى ان نشارك يعني في المعارض الدوليه كانت في الخليج البحرين يعني بشكل عام. صناعة البخور تمر بمراحل عدة قد يستغرق مدة بعضها العام، والأهم من ذلك الإمكانيات التي تتطلبها هذه العملية، بدءا بالمكونات الصناعية من عطور ومستلزماتها، وانتهاء بعمليات التحضير وصولا إلى تشكيلات جديدة تكون قادرة على المنافسة ليس فقط في الأسواق المحلية وإنما أيضا في العالمية كما تقول هبة ناظم. العطور الأفكار طبعاً أنا عندي خطة إنتاج سنوية تتلخص بأنه مثلاً شهرياً يكون عندي نوعين 3 أنواع من العطور. يعني دائماً أحب أني أبتكر شو هم العطور، أشوف إيش اللي تقانس ده مع هذا، يعني هو كله بالنسب. طبعاً أحياناً يكلفني العطر الواحد أعمل له 8 أنواع من العطور بنسب مختلفة، أحياناً 10 أحياناً 15 أحياناً 20 نوع من
عطور، يعني يكون يعني أغير من العطر تماما، يعني يكون اسم جديد. يعني زي ما الآن في بداية الأمر يعني عدن دخلنا في هبابة عدن، ابتكرت يعني عطر أنا وكان سيما وعطر البخور، ما شاء الله من أول مرة ضبطت معي يعني. ورغم إنه خلطاته ما هي مش سهلة أبدا، يعني العطر الواحد أقل كمية له 4 عطور، يتوصل إلى 10 من أنواع العطور بهذا زي ما قلت لك، عطر أنا وسيما وعطر البخور من أول مرة ما شاء الله. وكذلك البخور يعني حتى بخلطاتنا البخور نعمل حوالي 10-15 نوع من العطر، إضافة للعطور الداخلية يكون غير العطور اللي فوق. يعني هو عملية ابتكار إنك أنت تحبي الشغلة، كل ما حبيت الشغلة كل ما أبدعتي أكثر. طبعا دي بعض من منتجاتنا احنا من البخور، هذا بخور الملوك، طبعا سعر القرص 30,000 يمني زي ما انتم شايفين. كمان معانا احنا هذا بخور زمردة جديد، دي انواع جديدة طبعا معتقة. طبعا كل ما كان البخور معتق كل ما كان حلو. سعر القرص 20,000. هذا بخور الأميرة، هذا قراص، هذا بخور خيالي، كذلك معنا هنا هذا بخور ملكي. بخور عرايسي، هذا طبعا العود الملبس. طبعا في بداية الأمر كان البخور عندنا نوعين 4 أنواع، الآن قد معنا أكثر من 20 نوع. هذه طبعا بعض من أنواع الطبخات العرايسية، تجيها كذا كبيرة، وهذه نص طبخة كمان عرايسي، طبعا نحفظها بالقصدير عشان نتعرضش الهواء. طيب ننتقل لمرحلة اللي هي العطور المطبوخة. زي ما انتم شايفين هذا مخلط الملكة، طبعا العطور المطبوخة هي من أصعب المراحل بالعطور. زي ما انتم شايفين هذه مخمرية بنت السلطان، شوفي العطور المطبوخة كيف تكون. هذا عطر الذهب، شو لونه زي الذهب. هذه العبوات الخاصة طبعا تبعهم، هذه مخمرية بنت السلطان معتقة قريبا لسنة مدفونة تحت الأرض بالتراب. سعر حق التولة تقريبا طلع 8,000 ريال يمني. محمرة جدا عشان هي زعفران على عود، تدفن تحت الأرض لأن عشان ما تعرضش للضوء ولا لأي يعني شيء آخر، فينتقل لها عطر جديد. طبعا تكون هو كل ما كان تعتيق العطر طباخة العطر مختلفة كل ما كان السعر تختلف. يعني أحيانا يكون عطر خلطة عادية مش مكلف علينا وقت ولا جهد، عكس لما يكون عملية دفن، عكس لما يكون عملية تبخير على تعطير على يعني تخمير. أحيانا نقيس نخمر العطر 8 شهور 7 شهور. كل ما كانت مكونات البخور العدني ذات جودة ممتازة مرتفعة، كل ما أعطانا البخور العدني ريحة غير. يعني دائما نعرف الروائح زمان غير الروائح يعني اللي هي تكون مبتكرة. يعني مثلا البخور العدني معروف انه هو بالعود بالضفري بالعطور الممتازة، زي ما نعرف انه اسعار العود قد توصل 100 إلى 1000 إلى 2000 دولار، يعني معروف اسعار العود مرتفعة. إضافة إلى العنبر الرئيسي هو مكونات البخور الرئيسية، يعني كل ما كانت مكونات البخور ممتازة كل ما كان جودة البخور أفضل. تطمح هبة ناظم بأن تصبح سفيرة للبخور العدني وتحلم بالعالمية، وهي تسعى جاهدة للوصول إلى هذا الحلم بالاجتهاد الدائم والعمل الدؤوب، متناسية المصاعب والعراقيل، سائرة بخطوات ثابتة نحو المستقبل المنشود. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.